صباح الخير. رح ننتقل هلا لفقرة التغذية ونتعرف أكثر على تفاصيل مسابقة غذائك صحتك، وتحديدا اليوم رح يكون في فحوصات مخبرية للأطفال. فرح أترككم مع روان ورزان. صباح الخير. أهلا. صباح الخير مرة ثانية دانا. صباح الخير لإلك رزان أكيد. وهيك غذائك صحتك يمكن عودتيني أنه لازم تقرير نشوف إيش عم بيصير معاكم وآخر التطورات مع كل المشتركين. واليوم يمكن زي ما حكت دانا عن فحوصات المختبر للأطفال. قبل ما نحضر التقرير احكينا شو أهمية هاي الفحوصات للأطفال. أوكي. هلأ أول شيء كتير مهم كمان روان زي ما قلتي بالبداية أنه نحن ننقل شو عم بيصير، لأنه هاي الفكرة من المسابقة أصلا أنه الناس تشوف فعلا بالواقع شو اللي عم بيصير وكيف أصلا لازم يتم. وعشان هيك نحن دائما بمسابقة غذائك صحتك وإحنا مسمينها غذائك صحتك لأنه بتهمنا صحتهم بالنهاية. فحتى نعرف هاي الأشياء لازم نعمل الفحوصات المخبرية لنتأكد. وبنشكر دائما كمان كل اللي بيدعمونا وبيساعدونا بهاي الفحوصات. يعني كان معنا بهذا الموسم معنا مدلاب عم بيساعدونا بفحوصات الأطفال والكبار كمان رح نشوفها بالأسبوع الجاي إن شاء الله. بالتوفيق دائما رزان. شو رأيك نحضر التقرير وبعدها نرجع هيك نعلق عليه؟ مسابقة غذائك صحتك كتير بتهمنا صحة المشتركين، عشان هيك دايما بالبداية منجيبهم على المختبر لنتأكد انه ما عندهم اي مشاكل صحية. واليوم نحن موجودين بمختبرات ميدلاب لحتى نتأكد من صحة المشتركين. رح نعمل الفحوصات الاساسية اللي ممكن يكون لها علاقة بزيادة الوزن او زيادة الوزن ممكن تكون سبب هاي المشاكل الصحية. خلينا نشوف بالمختبر اليوم ايش الفحوصات اللي رح نعملها للمشتركين الصغار. ما يسهل أول شيء رح أعطيكي فكرة عن المسابقة. نحن بنعمل مسابقة لتخفيف الوزن، وطبعاً بتعرفي قد إيه دائماً السمنة بتكون مرتبطة بكتير أمراض، فعشان هيك نحن بنحب قبل ما نبدأ أول شيء نعالج السمنة نتأكد إذا في أي مشاكل مرتبطة فيها عم بتأثر على الوزن أو الوزن ممكن عم بيأثر عليها فينا نحلها أكثر بطريقة طبية. فعشان هيك نحن بدنا نشوف إيش الفحوصات اللي بدنا نعملها للأطفال. اليوم رح نحكي عن مجموعة الأطفال، رح يكون عندنا كمان مجموعة الكبار اللي عندهم سمنة مفرطة وسمنة زيادة. هلا بالنسبة للأطفال رح أحكي لك شوي عن تاريخهم المرضي، الأشياء اللي أنا بعرفها أساسية، عمرهم ووزنهم، وإذا عندك أي شيء تاني ممكن نشوف إيش الفحوصات اللي نعملها إياها. أوكي؟ هلا عنا هي أول واحدة، هي أبو شيخة. الأم والأب ما حدا عنده أي مشاكل صحية، بس أمها عندها ارتفاع بالضغط ووزنها 56، عمرها 10 سنين، هي من أصغر المشتركين. هلا الوزن 56. هلا بالنسبة لهيا، هلا أنا بفضل لهيا ولكل المشتركين اللي بيعانوا من زيادة الوزن إنه إحنا نعمل لهم الفحوصات اللي إلها علاقة بزيادة الوزن حتى نتأكد إنه الفحوصات إنه ما يكون عندهم بالجسم أو بالصحة عشان نقدر إذا كان هو السبب نقدر نعالجهم وهيك بيخسر وزنهم أسهل. أوكي. طب هلا زي هيا مثلا إيش راح تعملي لها؟ هلا بالنسبه لهيا احنا رح نعمل لها الغده الدرقيه. اوكي. رح نعمل لها السكر التراكمي. اوكي. رح نعمل لها فحص السكر للعصيان ورح نعمل لها كمان الانسولين. اوكي. الانسولين رح تعمليها مش اللي كل شوي بيقيسوا طبعا. احنا مبدئيا رح نعمل بعد 12 ساعه عصيان ونعمل لها مع السكر على الصيام حتى نحسب معادلة مقاومة الأنسولين اللي هي الهرمون. هي بناء حتى نشوف إذا هي الطفلة أو البنت إنه عندها مقاومة أنسولين أو لا. أوكي. هل هذا بالنسبة لهاي؟ هلا هدول بس الفحوصات، في أي أشياء تانية ممكن تعملي لياهم ولا هدول الأساسيين؟ هلا ممكن نعمل هلا فحص فيتامين دي كمان ممكن عم نكتشفه حاليا إنه له علاقة بعدم نزول الوزن. فإحنا هذا نفضل إنه نعملهم إياهم. فهي كمان فيتامين دي. طب هلا زين ابوها ما عندهم اي مشاكل صحيه ولا سكري ولا كوليسترول. يس. اسمها زين صناع. المشتركة الثانيه زين صناع، وزنها اكثر شوي، وزنها 70 وعمرها 13 سنه. زين في عندهم بالوالده او لا ولا سكر ولا ضغط ولا كوليسترول؟ ما عندهم. اوكي. هلا برضه لزين رح نعمل لها نفس ما عملنا لهيا، رح نعمل لها الغده الدرقيه، سكر الصيام، السكر التراكمي وفحص مقاومه الانسولين اللي هو مع الهرمون. اوكي. ولانا ولانا لانا هاديه، وزنها 96،
الوزن 96. عمرها 15 سنة. تمام، هيك بيكونوا خلصوا المشتركين. هلأ أنا نبدأ الفحوصات. هلأ إحنا بمدلاب يعني احنا بعنا معظم الناس التكنيشن اللي عم بيسحبوا الدم كلهم عندهم خبرة وخبرات سنين يعني، فايدهم بتكون خفيفة بسحب الدم وان شاء الله يعني ما يكون في مشاكل. وفي ابر خصوصي للأطفال. خلاص ان شاء الله ما يتضايقوا. لكان خلينا نبدأ لكان هلأ نفحصهم حسب الفحوصات اللي انت كتبتيها، وبعدين طبعا اكيد نرجع منرجعهم مع الطبيب بس تطلع النتائج. ايش بدك؟ حاد. لا ولا حاد، لا ما بصير تلعب فيها حبيبي. رزان يعني شفنا هيك تقرير فعلا يعني واضح صراحة عن الطريقة، وحلو حبيت هيك فكرة انه مش بس فحص واحد ولكن هي مجموعة من الفحوصات. ولكن بدي أسألك أنا، كيف بتحددوا شو الفحوصات المطلوبة من الأطفال؟ أوكي، هلأ في كتير إشي أساسية مرتبطة بزيادة الوزن والفحوصات اللي نحن لازم نعملها. اللي بيحدد مش أنا طبعا روان، اللي بيحدد هو الطبيب. علشان هيك نحن كنا عم نحكي مع دكتور ميسا اللي هي كانت عم بتقولنا أكتر إيش الفحوصات اللي مفروض نعملها. وطبعا هلأ حتى متسابقين غذائك صحتك رح يكون معهم طبيب بعد ما تطلع هاي النتائج ليشوف ايش الاشياء اللي ممكن احنا نعملها بعد. المنحدد عادة الاشياء اللي مرتبطة بزيادة الوزن. عادة كل ما بيكون عندنا زيادة وزن بيكون عندنا مثلا استعداد للسكري. في بعض الاحيان ممكن تكون الغدة الدرقية هي سبب كسل في الغدة الدرقية، سبب بزيادة الوزن. بعض الاحيان كمان نقص بالفيتامينات زي ما شفنا انه لازم نعمل فيتامين دي. فهي الاشياء الاساسية اللي نحن بنحاول ندور عليها خاصة للاطفال الصغار كمان. وبالمواسم الماضية طلع عنا يعني كان في اولاد طلع عندهم غده درقيه وهم مش عارفين لانه الام يعني بهذا العمر قليل بيفحصوا قليل يعني، وهو ما في داعي اصلا الا اذا كان في سبب او في عوامل عم بتدلنا انه نحن لازم نفحص ونشيك كمان. طب انا لاحظت رزان من خلال التقرير انه دائما كنت تسالي عن الام والاب يعني، او حتى الدكتوره كانت تقول لك انه اذا في امراض عند الام عند الاب شو العلاقه هون بين، هل الوراثه يعني هون هي اللي بتلعب دور؟ طبعا هلا التاريخ المرضي كثير بهمنا، كثير بهمنا التاريخ المرضي خاصه بالامراض اللي ممكن انها تنتقل وراثيا، وممكن كمان تنتقل مش بس وراثيا حتى من العادات الغذائيه اللي هي بتكون بالمنزل عاده. فعشان هيك التاريخ المرضي خاصه موضوع السكر موضوع الكوليسترول في منه عامل وراثي، فعشان هيك كتير بهمنا نعرف اذا في عامل وراثي اولا، واذا في كمان مع السمنه فهون صارت العوامل عم بتزيد اكثر فاحتمال يكون موجود اكثر. عشان هيك بنكون بهمنا ندرس دائما التاريخ المرضي للطفل وحتى للكبار كمان. حتى للكبار. طب يعني برضه لاحظت صراحه من خلال التقرير عن الانسولين يعني فحص الانسولين قد ايه بياثر هون، فحص الانسولين او كم او افراز الانسولين بياثر على الاطفال ايضا؟ انا كنت افكر بس اكثر على الكبار، ولكن قديه هون بيأثر أيضا على الصغار؟ صح، إفراز الأنسولين بيأثر كتير، وكتير في عدد من الأطفال عم بيكون عندهم خاصة إذا في عنا زيادة وزن. لأنه لما نحن بيكون عنا زيادة وزن كتير في علاقة مرتبطة بهاي المشاكل، واحدة منها مقاومة الأنسولين. هلأ مقاومة الأنسولين هي عكس السكري، يعني دايما الأهل بسألهم مقاومة أنسولين على طول بيخافوا روان إنه يعني ابني عنده سكري. لا هو ما عنده سكري، لكن نحن بدنا نحميه من هاي الأشياء خاصة زي ما قلنا مع زيادة الوزن. لأنه اللي بيصير إنه لما
الجسم بيكون عنده زيادة وزن بيكون فعاليته للاستفادة من الأنسولين كتير أقل، وهاي اللي هي بتشكل مع الوقت مقاومة للأنسولين. مقاومة بمعنى أنه الجسم ما عم يقدر هذا الأنسولين يوصل للسكر ويساعد بتمثيله الغذائي ونحن الاستفادة منه. فعشان هيك بتلاقي الطفل مثلا أنه دايما جوعان، دايما تعبان مع أنه هلأ أكل. فهاي واحدة من الأسباب الأعراض خلينا نقول اللي ممكن تكون مرافقة لمقاومة الأنسولين. والشيء الثاني كمان أنه كل ما زاد إفراز الأنسولين كل ما بيزيد تراكم الدهون بالجسم، لأنه الجسم بيفهم أنه عندي طاقة زيادة فبيصير يراكم الدهون أكثر، وبنفس الوقت بمنع حرق الدهون. فبتلاقي الولد أنه أول شيء دايما جوعان، دايما تعبان، ومش عم يقدر يلتزم بالرجيم، وبنفس الوقت حتى مش عم ينحف لو التزم، فبتشكل إحباط وممكن يكون سببها إشي طبي. هلأ بنفس الوقت نحن ما بنقدر نقول أنه هل لازم نعالجه بأدوية لأنه هو لسه طفل صغير، ولا مجرد أنه تخفيف الوزن مع الرياضة بيساعد. هلأ هذا اللي بيحدده الطبيب، فعشان هيك نحن بناخد التاريخ المرضي مع الوزن والطول مع استعداد الطفل مع قدية درجة الإنسولين، هذه كليتها بتكون بإيدين الطبيب اللي هو اللي رح يحدد هل نلجأ لعلاج ولا نلجأ بس للإشياء الطبيعية اللي نحن عم نعملها زي تخفيف الوزن والرياضة لتحل المشكلة. يعني قدي حلو رزان من خلال هيك البرنامج أنه فتحتوا عينين كتير من الأهالي اللي كانوا بيقولوا آه صحة ابني ناصح صحة يعني أحسن، شو هذا الولد الضعيف ما بدنا نشوف أنه يعني قدي، وفتحتوا عينيهم أيضا على ممكن تكون أسباب زي إفراز الأنسولين أو مقاومة الأنسولين أو حتى الفيتامين دي. أنا سمعتك بتقولي أنه في فيتامين دي له علاقة أيضا بقلة نزول الوزن، فقدي بتحسي هذه مهم أنها توصل لكل الأهالي من خلال المسابقة لا يعرفوا أنه في إحنا عايشين أوقات أولادنا رح يكونوا في خطر وإحنا مش عارفين، عم نفكرها أنها صحة وهي عكس الصحة تماما. صح 100% روان، لأنه كتير هاي الأشياء عم بتأثر وإحنا ما عم نشوفها. فنحن عم نحاول نعمله هلأ أنه نفرجي الناس أكتر أنه لا لازم نشيك، ما نضل نقول ما هو صغير بيكبر. يعني في جملة كتير دايما بسمعها خلص بكرة بيكبر وبنحف، لا إحنا عم نحكم عليه من هلأ بأول شيء بزمنة، وهاي واحدة من أهم الأسباب اللي رح تغير كل حياته، بنفس الوقت رح تأثر عليه طبيا وصحيا، لأنه إذا هو عم يكبر وعنده زيادة الوزن. ومقاومة الأنسولين معروفة كتير كمان روان إنه إذا هي ما بتتعالج قد تؤدي لسكري، فنحن كمان عم نعرض هذا الطفل لمشاكل صحية هو بغنى عنها. نحن ما عم نقول إنه نعطيه أدوية، ما عم نقول إنه هو مريض، لكن نحن عم نقول إنه نتوعها أكتر ونشيك ونبدأ نحل المشكلة. يعني وإذا نحن بس عرفنا المشكلة هذا جزء كتير كبير من حلها، من زي ما قلتي إنه نتركه خلاص بكرة بنحاف، هو بطبوط شوي، هو لا بطبوط بالضبط صحته منيحة، هو صحته منيحة، بس بنفس الوقت لازم ننتبه أكتر للتغذية تبعته. 100% وإحنا عندنا مشكلة، يمكن دائما الولد الناصح صحة والولد الضعيف هذا إما ما بتطعميه وعنده مشكلة. صح، فقدي حلو إنه لا نعرف إنه هذا هو الولد الصحي مدام ما عم بياخد أشياء دهنية. بدي أتشكرك أكيد رزان، وبأتمنى لك التوفيق أيضا في هيك من هون لآخر المسابقة إن شاء الله، إنه كلهم كل المشتركين معك يحصلوا ويعني يوصلوا للإشي اللي بتمنوه يا رب، هيك الوزن المثالي مع صحة منيحة. شكرا لك، شكرا روان.